أن الاستغفار من شيم المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن صلينا أن نستغفر، تستغفر من ماذا؟ أنت في طاعة، لعلك في الصلاة سهوت، لعل إقبالك لم يكن محكما، لعلك شردت عن الله عز وجل. إذا حججنا البيت نستغفر، إذا صمنا نستغفر، أية عبادة كان عليه الصلاة والسلام يصحبها بالاستغفار، يصحبها بالاستغفار كي نستغفر الله من تقصيرنا. وكأن الله عز وجل حينما يقول والذين هم على صلاتهم دائمون، هل يعقل أن نصلي دائما؟ هناك صلوات خمس، هناك آية والذين هم على صلواتهم يحافظون، وهناك آية والذين هم على صلاتهم دائمون. كأن دوام الصلة بالله عن طريق الاستغفار. فضيلة الشيخ، دوام الاستغفار هو من دواعي الثبات على التوبة النصوح الصادقة، ما هو أثر الاستغفار؟ ما هي هيئة الاستغفار؟ ما هو عدد الاستغفار، يعني كمية الاستغفار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. بدأ ذي بدأ، هناك آية دقيقة جدا هي إجابة عن سؤالكم القيم. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الشق الأول من الآية، قال العلماء إذا فهمنا الآية والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم نفهمها بشكل أو بآخر، لكن كيف نفهمها إذا انتقل النبي إلى الدار الآخرة؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. أجمع العلماء على أنه ما دامت سنة النبي صلى الله عليه وسلم مطبقة في حياتهم، في بيوتهم، في أعمالهم، في حلهم، في ترحالهم، في أفراحهم، في أتراحهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في اختيار زوجاتهم، في تطليق زوجاتهم، في تربية أولادهم، فهم في بحبوحة من عذاب الله. يعني بشكل أو بآخر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني الإنسان إذا شكر وآمن، كأن الله عز وجل خلق الكون وسخره له تسخيرين، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد فعل التعريف أن نؤمن، ورد فعل التكريم أن نشكر. فإذا آمنا وشكرنا حققنا الهدف الذي من أجله خلقنا، لما العذاب؟ يعني طبيب أخذ قرار أن يستأصل كلية متوقفة عن العمل، لو أنه قبل العملية بساعات صور فإذا بها تعمل، هل يستأصلها؟ مستحيل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فحينما تزل أقدامنا وحينما نعصي ربنا يسوق الله لنا الشدائد. هناك آيتان يعني تلفت النظر كل منهما. الآية الأولى: تاب الله عليهم ليتوبوا، والآية الثانية: تابوا فتاب الله عليهم. كيف نفهم الآيتين؟ الآية الأولى: تاب الله عليهم ليتوبوا، أي ساق لهم من الشدائد ما حملهم على أن يتوبوا. والآية الثانية: تابوا فتاب عليهم، أي قبل توبتهم. ومن أسماء الله الحسنى أنه تواب، ومن معاني التواب أنه يسوق الشدة لعبده كي يحمله على التوبة. لأنك إذا رأيت ألف تائب اعلم علم اليقين أن 90% منهم التجأوا إلى الله عقب مشكلة ساقها الله لهم، فتاب عليهم ليتوبوا. إذن أنت حينما تقيم الإسلام في بيتك في بحبوحة من عذاب الله. لو أن القدم زلت، لو أن الإنسان في ساعة غفلة، المؤمن كما يقال مذنب تواب، وكل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. ذلك أن الإنسان أوضعت فيه الشهوات، فحينما يغفل عن الله لحظة تزل قدمه. فالإنسان المؤمن في بحبوحتين، في بحبوحة إقامة منهج الله، وفي بحبوحة الاستغفار. فما دام يستغفر فهو في بحبوحة ثانية،
المحبوحة الأولى محبوحة الالتزام بمنهج الله، أما لو زلت قدمه المحبوحة الثانية أن يستغفر. لو انتبعنا مثلا واقعيا، يعني أب جاء ابنه بجلائه عقب الامتحان النصفي وقد نال الصفر في الرياضيات، أراد الأب أن يقيم عليه النكير وأن يؤدبه تأديبا ما بعده تأديب، فإذا بالابن يصفر لونه ويكبد ويهتم ويتألم أشد الألم، وعنده مبلغ مدخر أراد أن ينفقه على دروس خاصة كي يتقوى بهذه المادة. حينما يرى أبوه هذا الابن متألم أشد الألم، نادم أشد الندم، يعقد العزم على أن ينفق ما عنده كي يرفع مستواه في هذه المادة، الأب يتوقف عن معالجته. يعني شيء منطقي، عندما يرى منه عندما يرى الله من العبد ندما ألما خوفا حياء انكماشا من عبده المذنب يتوقف العلاج. بل إن هناك آية دقيقة جدا، قال تعالى أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. يعني أذكر قصة لا أنساها، أن أحد التجار تقاعد من عمله وترك تجارته لابنه، فابنه ارتكب خطأ كبيرا في شراء بضاعة، اشترى بضاعة من إنسان في البادية، اشترى الصوف، فهذا الإنسان ليس عنده ما يكفي كي يدقق في الحسابات، أعطاه أوزان كلها غير صحيحة، فهذا الإنسان دفع ثلثي ثمن البضاعة وتلاعب على هذا الأعرابي. بعد أن خرج قال له هذا الأعرابي كلمة أخافته، لعلك احتلت علي لا أسامحك. فقال لي هذا الرجل بقيت كلمة هذا البدوي ترن في أذني مسافة ساعتين وأنا أقود السيارة، يعني أرجع إليه أم لا أرجع، ماذا أفعل؟ إلى أن أخذت قرارا قلت ماذا فعلت؟ ما فعلت شيئا، أقسم بالله ما أتم هذه الكلمة إلا وهو وسط بركة من الدماء، انقلبت المركبة وتناثر الصوف وجرح وسال دمه. أي دقيقة جدا، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. ما دمت في شك، ما دمت في أخذ ورد، ما دمت في صراع، ما دمت في ندم، ما دمت في خوف، فأنت في بحبوحتين، في بحبوحة أن تكون ملتزما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وفي بحبوحة أن تكون نادما فالعلاج متوقف. أما حينما يتباهى الإنسان بالمعصية ويذكرها ولا يبالي بها، وحينما تصغر عنده فتكبر عند الله، وحينما تكبر عنده تصغر عند الله. فلذلك البطولة ليس في التوبة بل في دوام الاستغفار، وكأن الاستغفار من شيم المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن صلينا أن نستغفر، تستغفر من ماذا؟ أنت في طاعة، لعلك في الصلاة سهوت، لعل إقبالك لم يكن محكما، لعلك شردت عن الله عز وجل. إذا حججنا البيت نستغفر، إذا صمنا نستغفر، أية عبادة كان عليه الصلاة والسلام يصحبها بالاستغفار، يصحبها بالاستغفار كي نستغفر الله من تقصيرنا. وكأن الله عز وجل حينما يقول والذين هم على صلاتهم دائمون، هل يعقل أن نصلي دائما؟ هناك صلوات خمس، هناك آية والذين هم على صلواتهم يحافظون، وهناك آية والذين هم على صلاتهم دائمون. كأن دوام الصلة بالله عن طريق الاستغفار وعن طريق الدعاء، فالدعاء مخ العبادة. يعني أنت حينما تدعو الله عز وجل أنت في عبادة، ذلك أن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا آمن بوجوده، وأن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا أيقن أنه يسمعه، وأن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا كان قادرا على حل مشكلته، وأن إنسانا لا يمكن أن يدعو إنسانا إلا إذا كان هذا المدعو يحب أن يحل هذه المشكلة، يرحمك.
فلمجرد أن تدعو الله عز وجل فأنت مؤمن بوجوده وبسمعه وقدرته ورحمته. وهذا معنى قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام هو العبادة. فأنا حينما أداوم على الاستغفار وحينما أداوم على الدعاء فإنني مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، وإذا كان الله معك فمن عليك. هي المشكلة أن هذه الشحنة الروحية المستمرة عن طريق الاستغفار وعن طريق الدعاء تهبك رؤية صحيحة، وتهبك قرارا سديدا، وتهبك حكمة فائقة. هذا كله يؤكد أن دوام الاستغفار أحد أسباب الثبات على التوبة. ودوام الاستغفار ما شئت أن تستغفر في ليلك ونهارك ومقامك وترحالك. فضيلة الشيخ دكتور محمد راتب النابلسي، هيئة الاستغفار، وهو سؤال من إحدى الأسئلة، أن نقول أستغفر الله وأتوب إليه مع العقد والعزيمة وحضور القلب. وحضور القلب. نعم. يزل لسان المرء بمعصية ما، بغيبة ما، بكلام ما، ويقول فورا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، هل أزيل هذا الزلل أو هذه المعصية؟ والله أعلم. نعم. طبعا والله، ولكن هل هذا الاستغفار من موجبات العفو عنها؟ هناك ملاحظة، أنا حينما أتوهم أنني أخطئ ما شاء لي أن أخطئ وعقب كل خطأ أستغفر الله، هذا الاستغفار مرفوض. أنا أخطئ ما شاء لي أن أخطئ، وأنا أخطئ كمبدأ، كسلوك يومي ثابت مستمر. أنا حينما أخطئ كسلوك يومي ثابت مستمر وعندي معلومات من الدين أنك إذا استغفرت تاب الله عليك، هذا الاستغفار مرفوض من أصله. أما حينما أخطئ دون أن أقصد، وحينما أخطئ دون أن أعاود الخطأ، وحينما أخطئ دون أن أنوي أن أتابع الخطأ وأستغفر، يغفر الله لي إذا كان الذنب بيني وبين الله. أما إذا كان بيني وبين العباد لا بد من أداء الحقوق أو المسامحة. بالضبط. يعني هو المشكلة أن الناس يفهمون الدين فهما مغلوطا، أنه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن الله عز وجل يتابع ويقول وأن عذابي هو العذاب الأليم. أنا لا يمكن أن أوظف هذه التوجيهات النبوية كي أستبيح المعاصي، هذا شيء مستحيل. يعني أضرب لك بعض الأمثلة. أنا حينما أركب طائرة أول مرة في حياتي كي أحج بيت الله الحرام، وحينما أضع ثياب الإحرام في المحفظة الكبيرة، وحينما أطلبها وقت الإحرام فلا أخذها، مستحيل أن أخذها في المحفظة الكبيرة مع البضاعة. نعم، في الشحن. إذن أنا أدخل الآن منطقة الحرم غير مرتد ثياب الإحرام. الشرع مرن سمح لي أن أذبح هدي جزاء وأن أتلافى دخولي بيت الله الحرام من دون ارتداء ثياب الإحرام، أن أجبر هذا الكسر. لو جاء غني وقال أنا مدام يجوز أن أذبح شاة مقابل ارتداء الثياب الكاملة، أنا سأذبح 100,000 شاة، لا يقبل منه. لا يمكن أن يكون الاستغفار بالمعنى الدقيق سببا لمتابعة المعاصي. لا يمكن أن يقبل الله الاستغفار كسبب لمتابعة المعاصي. أما أنا حينما أعصي دون أن أصر، وحينما أعصي دون أن أفكر أن أعاود المعصية، وأستغفر أجد الله غفورا رحيما. أما حينما أستخدم الاستغفار كمبرر لمعاودة المعصية، هذا لا يمكن أن يقبله الله عز وجل، هذا استهزاء بالدين. وما هي أفضل مواضع الاستغفار؟ قال تعالى سوف أستغفر لكم ربي. انتبه العلماء إلى سوف، يعني كأن هناك وقت في مغفرة. يقول الله عز وجل في الحديث الصحيح القدسي إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه،
هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر؟ إذن أفضل وقت للاستغفار وقت السحر. وهناك ساعات الإجابة، ساعة يوم الجمعة، في أيام رمضان، في قيام الليل، عند الشدة، في السجود، في بيت الله، في وقت فضيل، في مكان فضيل، يعني كأن الله سبحانه وتعالى اصطفى بيته الحرام ليشيع فيه الصفاء على كل مكان، واصطفى شهر رمضان ليكون الصفاء فيه في كل الأيام. يعني لا بد من وقت تشعر أن بينك وبين الله، أن الله عز وجل معك، وهذا كما قلت قبل قليل معنى قوله تعالى سوف أستغفر لكم ربي. والله عز وجل يقبل استغفارك ولو أن شفتيك مطبقتان، يعني يمكن أن تناديه في قلبك إذ نادى ربه نداء خفية ولم أكن بدعائك ربي شقية، فالله معك. يعني هلأ يونس، سيدنا يونس أين خاطب الله وهو في بطن الحوت؟ أحيانا يقتني الإنسان هاتفا خلويا في أماكن محددة ليس هناك تغطية، لكن الله مع الإنسان في أي مكان، وهو في بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.